مشاهدينا الكرام متتبعي قناة الذاكرة بتلفزيون الجزائري، مرحبا بكم في عدد جديد من مجلة الذاكرة. كما عودناكم مشاهدينا في كل عدد نسافر بكم إلى زمن الذكريات، وهذا طبعا باعتمادنا على أرشيف التلفزيون الجزائري. بداية، فبعد نجاح القمة المؤتمر الرابع لبلدان عدم الانحياز اللي جرت بالجزائر سنة 1973، كان انعقد بمدينة كولومبو عاصمة سريلانكا المؤتمر الخامس لهذه الحركة سنة 1976، وبحضور الرئيس الراحل هواري بومدين باعتباره الرئيس لمجموعة بلدان عدم الانحياز. وخلال جلسة هذا المؤتمر، الرئيس الراحل هواري بومدين دعم موقف الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. لنتابع. في كولومبو قام الرئيس هواري بومدين بنشاط مكثف إلى جانب حضور جلسات مؤتمر القمة الخامس لبلدان عدم الانحياز. وتقابل الرئيس مع عدد من رؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز الذين أعربوا له عن شكرهم الحار على الجهود التي بذلها إبان فترة رئاسته لمجموعة عدم الانحياز. وفي بداية أشغال مؤتمر كولومبو، ألقى الرئيس هواري بومدين خطاباً استعرض فيه تاريخ حركة عدم الانحياز، مذكراً بفكرة باندونغ التي كانت آنذاك تمثل حقيقة للتضامن الأفرو أسيوي وصرخة الأمل الأولى للشعوب من أجل التعبير عن نفسها. ثم بعدما تحدث الأخ الرئيس عن منطلقات بلدان عدم الانحياز والهند الصينية والبلدان الإفريقية والوضع في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تطرق إلى مشكل الصحراء الغربية قائلا إن هذا المشكل قد طرح دائما باعتباره مشكلا يتعلق بتصفية الاستعمار، ولا يمكن تصور حل له بمعزل عن الشعب الصحراوي، فكيف كان إذن هذا الحل ضد إرادته المعبر عنها بكل حرية؟ وكرر الرئيس هواري بومدين بأن الموقف المبدئي الذي اتخذته الجزائر بشأن هذه المسألة لا يوحي به أي شعور عدائي نحو أشقائنا وجيراننا. رجعت الجزائر ثروتها الطبيعية بتأميم المناجم سنة 1966، ثم النفط سنة 1971، وفي 1974 كان عقد مؤتمر رابع حول الغاز الطبيعي المميع، اللي كان في مقدمة هذا المؤتمر مركب تميع الغاز الطبيعي بسكيكدا اللي تم تشغيله سنة 1972، وكانت هناك عروض على كيفية توسيعه. أكثر تفاصيل تتعلق في هذا الموضوع نشوفها معكم في تقديم وتقرير حراث بن جدو. واستمرت اليوم بقصر الأمم أشغال المؤتمر الرابع حول الغاز المميع بتقديم عدة عروض تعالج هذا الموضوع من طرف عدد من الخبراء المختصين في مجال صناعة الغاز الطبيعي المميع. وهكذا فقد استمر استمع المشاركون في الجلستين الصباحية والمسائية إلى عروض حول بناء وتوسيع مركب سكيكدا لتميع الغاز الطبيعي ومميزات هذا المركب الذي يسمح للجزائر بأن تلعب دورا طلائعيا في ميدان الصناعة الغازية وتحتل المرتبة الأولى في العالم الثالث، وذلك بفضل الاعتمادات الكبيرة التي خصصت لتنمية صناعة الغاز. كما قدمت عروض أخرى تعالج طريقة تميع الغاز ونقله وبناء الخزانات والإجراءات الوقائية المتعلقة بذلك. فضل جهود الدولة الجزائرية في مجال الصناعة الغازية فتح أفاق كبرى للتنمية الاقتصادية في البلاد. في الموضوع الاجتماعي لنهار اليوم مشاهدينا رايحين نتعرفوا على مركز الأعمال اليدوية بيت بالصب، واللي يعتبر من أقدم المراكز بحيث أنشئ سنة 1950 ووصل نشاطه إلى ما بعد الاستقلال. هذا المركز متخصص بعرض الزرابي اللي يقوم بصناعتها وإنتاجها شبان متكونة خصيصا لهذا الغرض. لنتابع الموضوع.
أنشئ مركز الأعمال اليدوية بتبسة سنة 1950، ومنذ الاستقلال ازداد هذا المركز أهمية وتجديد، ويستخدم الآن خصوصا لصناعة الزرابي. في ظرف 3 سنوات يكون المركز صناعا مهرة، ويصنع لغايات تجارية من 10 إلى 12 زربية في كل شهر. وإطارات هذا المركز تحتوي على رئيس في آن واحد رسام، ومساعد في الصباغة، وممرنين. ويحتوي هذا المركز على مخبر تهيئ فيه مختلف مواد الصباغة التي تجمع ثم تفرغ في إناء تصبغ فيه الصوف، وتباع منتجات المركز بتبسة أو تسلم إلى دار الصناعة اليدوية. زرابي جديرة بتمثيل الإنتاج الجزائري في الحفلات الدولية الكبرى كمعرض باريس. إلى المشهد الثقافي الآن مشاهدينا. ثورتنا المجيدة حظت باهتمام كبير وتأييد من طرف الشعراء العرب اللي ترجموا مواقفهم اتجاهها بقصائد وأدبيات ساند للقضية الجزائرية. وفي سنة 1975 الجمهور الجزائري كان له موعد بقاعة المجار مع الشاعر العراقي جميل الجبوري، اللي كانت له الفرصة بتقديم شعراء اهتموا بنضال الثورة الجزائرية. لنتابع. في إطار نصف الشهر الثقافي العراقي، التقى الجمهور الجزائري بقاعة المجار بالعاصمة مع الدكتور جميل الجبوري من الوفد العراقي في محاضرة بعنوان الثورة الجزائرية في الشعر العراقي المعاصر. استهلها بالحديث عن الهوية القومية والتقدمية للثورة الجزائرية، مسهبا في سرد الأمثلة على هذه الهوية سواء على المستوى الوطني بسن التشريعات الاشتراكية وتحقيق المنجزات العظيمة، أو على المستوى العربي بوقوف الجزائر بحزم إلى جانب عروبة فلسطين وحرية وتحرير المحتلة، أو على المستوى العالمي بالتأييد الفعال لقضايا التحرر والنضال وباتخاذ مواقف حازمة ضد نهب واستغلال الدول المصنعة للدول النامية. وخصص المحاضر الجزء الثاني من محاضرته لتقديم نماذج من شعر شعراء عراقيين واكبوا الثورة الجزائرية منذ اندلاعها. من الأنسب أن نستمع لبعض هذه الأشعار فيما يلي. الشاعر العراقي ثورة الجزائر ثورة كل العرب، وشخص هويتها القومية ابتداء، فوحد بين انتصاراتها وانتصارات العرب الأوائل، واعتبر فتوحاتها استمرارا لفتوحاتهم، وبطولاتها صورا جديدة لبطولاتهم. وتداخلت في رؤيته للثورة الجزائرية رؤيته التاريخية، واختلط فخره بالماضي مع فخره بالحاضر، وفرحه بالثورة مع رثائه للضحايا وغضبه على المستعمرين. كتب الجواهري قصيدة الجزائر بمناسبة أسبوع الجزائر الذي أقيم في سوريا عام 1956، فبدأها بمقطع يحرض فيه على التضحية، لأن الكرامة لن تتحقق بدونها، وقد كرر هذا المعنى في عدة صور. الصورة الأولى يقول الجواهري: ردي علقم الموت لا تجزعي، ولا ترهبي جمرة المصرع، فما سعرت جمرات الكفاح لغير خليق بها أروعي. والصورة الثانية: دعي شفرات سيوف الطغاة تطبق منك على المقطع، فإنشودة المجد ما وقعت على غير أوردة قطعي. والصورة الثالثة: وخل النفوس الصلاب العذاب تسيل على الأسل الشرعي، فسارية العلم المستقل بغير يد الموت لم ترفعي. ف
ثم يصف الجزائر بأنها كوكب المشرقين ويراها عقب العرب، وبخفة بلاغية ينتقل من هذه اللفظة إلى عقبة بن نافع، ولعله انتقى كلمته لتكون مدخلا للتاريخ وسبيلا إلى دعوة تجديده وإحياء ما هو مشرف وماجد. وإذا هو بهذه النقلة البلاغية يستنشق عطر يثرب ويسمع سخرية البدوي من تاج قيصر، وتتراءى له عبر مشاهد الثورة حوريات الأندلس ورياضها الغناء. وهكذا تختلط رؤية الماضي والحاضر، وإذا القارئ مقذوف بينهما، فخور بهما معا، سعيد بأمجاده القديمة وسعيد بأمجاده الجديدة. نختم بالرياضة مشاهدينا، ونعود بكم إلى سنة 1964 وين لعب المنتخب الوطني بقيادة المدرب إسماعيل خباطو أمام المنتخب الألماني، وبملعب 20 أوت، وفي مباراة ودية حقق المنتخب الوطني انتصارا بفوزه بهدفين مقابل 0. لنتابع هذه اللقطات بالتعليق اللي كان أنذاك باللغة الفرنسية. Il a fallu 30 minutes exactement à l'équipe algérienne de football pour battre le 11 allemand qui, il n'y a pas si longtemps, élimina la Hongrie de la Coupe du Monde. Il faut dire qu'on y croyait peu, malgré la présence d'un Mekloufi impérial, l'un des piliers de cette victoire, et qui permit à Mailly de marquer le premier but. Alors on commença d'y croire, et nos 11 joueurs allaient se livrer à une exhibition de grande classe, face à une équipe allemande habile tacticienne, mais qui ne put rien contre une défense algérienne brillamment menée par Zitoumi. À la 30e minute, le deuxième but, marqué par Oudjani, allait définitivement décider du sort du match, et le jeu souvent très dur pratiqué par les joueurs allemands durant la seconde mi-temps ne changera rien au score. Algérie 2, Allemagne 0. Une année faste commence-t-elle pour le football algérien. وبهذا مشاهدينا نختم مجلة الذاكرة لعدد اليوم. تقبلوا تحياتي وتحية الفريق التقني العاملي معي. تلقاكم زميلتي فريال حبيسي في العدد المقبل. إلى اللقاء.